شعب لبنان مظلوم بهالحكومة بهالبلد، عرفت شو؟ مين؟ ليه؟ نحن أنا من النوعية المدافعين عن حقوق المدنيين بالجمعيات البيروتية، أنا من ضمن الروابط. لو مهما دفعنا في أذان صماء صماء بالبلد، زعماء رؤساء حكومة وزارة ونواب، هول كلهم ما عم بيقدوا نتيجة للمواطن، ما عم يعطوه حقه أساسا، بينتخبون لأنه شعب ما بدنا نحكي كتير أو نقلل أدبنا، عيب يعني، عيب شعب مغفل، يعني مش قصة جاهل بس، قصة انه عم يندحك عليه بكلمتين، حنعمل لك الطرقات، حنعلم لك ولادك، حنعطيك معاشات، حنقويلكن، ايه. فهون المواطن هذا الفقير، فقير بالمفهومية، ايه، عم بيكون مغفل مع هيك دولة، مع هيك نظام بهالدولة، هيدي اللي عاملينها مثل العصابات، كل واحد عم بيشد على مشده، بدهم يسرقوا هالشعب من بضرايب، بفوايد، بمي، بكهرباء، حارمينه من كل شيء بنفس الوقت. اكيد لا، بتجي 10 دقايق ربع ساعة بتنقطع، ننزل بالاسانسير بنعلق بالاسانسير، فشو بدنا نعمل؟ ما عارفين. نحن عنا بالبناية، عرفتي، شعب كثير طيب، بعده على طيبته، بيركض كله لبعض مثل عائلة واحدة، قليل ما في منا بطريقة جديدة، يعني يمكن احنا مميزين عن غيرنا، الحمد لله. الحمد لله، والله بعد الدولة عنا حتى ما ينتزعوا هالشعب قلبي ليه، لأن الدولة منزوعة فاسدة ما إلا قيمة عنا أبدا. لا ما مخبط، بنتصل هيك اتصال، ما في تليفونات يعني، عرفتي، ولا بدأ لجارنا مثلا، أنا علاني بالأسانسير، وينك أنت أو حدا، يا بعت حدا أو بعت الناطور، عنا الناطور تاع شركة ما بيفهم عربي، فبنركض نحن لبعضنا، إيه نركض نحن لبعضنا بنخلص بعض، والحمد لله ماشي الحال. بس بدنا هالفرج، بدنا تعطينا هالدولة حقنا، إيه، يعني أبسط الأمور إنه نحن عم ندفع فاسود الكهرباء، عم ندفعها بلدية، عم ندفعها، يعني لا تنظيف طرقات مثل العالم والناس، ولا كهرباء مثل العالم والناس، ليش عم ياخذوا منا؟ يعني هيدي سرقة. بس من هون ورايح انا بس يجي الكهرباء شي حازعبه، ما حاعطي، ما بيقول لي مدام انا ما ذنبي، انا مثلي مثلك، انا موظف فقير معتر، وبلغون لهم انا ما ذنبي، انا اجير. لكن احنا من فترة انا قلت للشباب قطعوا الطريق، قطعوا الطريق على المدينة الرياضية رغم تعرض الشرطة والأمن لهم والأمنيين، فما بينفع شيء، عم نجوي طرقاتنا وعم نحرق أنفاسنا بالميكروبات اللي بتصير من وراء الحرق، بالنهاية ما عم نستحصل على شيء. فالعمل شو هو؟ بنصح كل إنسان بهيدي بهالبلد بلبنان، إذا بده يعمل هالدولة يفرجيها انه هو من هالشعب وله حق، يطفوا سياراتهم بنص الطريق، يسكروا كل طرقات لبنان، ويعلموا هالدولة انه لما الشعب مين ما كان يكون يوقفوا الطرقات، بس الطرقات العامة الرئيسية بالاسترادات، يوقفوا سياراتهم وعطلوا البلد، يشلوها يوم يومين ثلاثة، معلش هيك نحن قاعدين ما عم نشتغل، ما هيك ما في شغل، اولادنا قاعدة بلا شغل، ما في شيء بالبلد، بطل يسكروا سياراتهم وفلوا وسكروا على بعض، ما حدا يظهر يقدر. ايه اكيد. وانتو اهدم كمان. بمختصر مفيد، عيب عليهم يكفوا بهالطريقة هيدي، عيب علينا يضحكوا على شعب نور، كل الدول العربية كلها بتتنور من اللبناني بثقافته مفهومته العالي، فليش هني عم يضحكوا علينا؟ احنا ما حدا بيضحك علينا، نحن وقت الجاد منعطل البلد، منعطلع عن جاد. مين؟ أنا أم بلال عكاوي، طريقة جديدة. أوكي. كلمة اليوم أنا أم بلال.